العبقرية بالخط العريض، الاء من مخطط ناجح. انها فكرة بسيطة مع تساؤل مفيد، ربط الافكار، البرمجة، البرامج، تحديات والهمة. انها الذكاء والدقة في الحلول، السرعة في التحليل، الثقة في النفس. انه إيلون ماسك، مخططي وبرنامج. الاكتفاء فقط بالفاعلية، لا تفقد الأمل، هذا هو. وأنت، هيا ابدأ معنا برنامج العبقري. شكرا.